الجمالي عندما أصبح رئيسا للحكومة في عام 1953، قاسين الهاشمي في عام 1936. الملك الهاشمي في العراق فقد كان النظام البرلماني العراقي. اليوم كان موضوع المبحث مالتنا هو تاريخ العراق المعاصر، جدلية الحكم الملكي ونظيره الجمهوري. مثل ما معلوم حاليا بأنه بعد سقوط نظام حزب البعث بال 2003 ظهر حنين للنظام الملكي، وطبعا أنا هسه ما عندي مشكلة بصراحة وين النظام الملكي، لكن أكثر اللي يتحدثون مع كل الاحترام يعني على النظام الملكي يتحدثون بلغة بعيدة عن لغة المصادر والمراجع، يعني يتصورون كأنه هذا النظام كان بوقته فد نظام الوضع به يعني أشبه بالمثالي. لماذا يعني من يقارنونه باللي بعده بالأنظمة اللي اجت بعده النظام الجمهوري، مثلا فترة الزعيم عبد الكريم قاسم، عبد السلام عارف وحزب البعث، يقول لك هاي فترة كانت فترة وحشية مقارنة بذيك الفترة. استضاف اليوم ملتقى ميسان الثقافي باحثا في مجال التاريخ المعاصر، وهو الأستاذ معاذ محمد رمضان، وكانت جلسة موفقة وجميلة تطرح فيها حول الجدلية ما بين الحكم الملكي والحكم الجمهوري وما تخلله من يعني نقاط سلبية. الأمسية اليوم كانت حول الجدلية في الحقبة الحكم بين الجمهورية والملكية، وقد أثرى الباحث في بحثه ورقته البحثية كل ما كانت في ذلك الوقت من النظام الملكي والجمهوري وآثاره السلبية والإيجابية على المجتمع العراقي. اليوم خضنا في مجال التاريخ في أمسية ثقافية الأستاذ معاذ محمد حول تاريخ العراق المعاصر وجدلية النظام الملكي ونظيره الجمهوري، وممكن تم البحث تاريخيا والخوض في غمار سلبيات وإيجابيات كل نظام وما أبرز. Thank you.